ما حكم التسخط إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو نازلة؟ وما هو الدعاء يا فضيلة الشيخ الذي يقوله المسلم إذا نزلت به نازلة؟ الدعاء الذي يقوله ما ذكره الله جل وعلا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. وأما التسخط والجزع والنياحة فهذا من أمور الجاهلية، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.